مساء الخير عليكم مرحبا بكم الساعة ديما هنايا ذا تايم از موني أيا شوفوا الحكي كيفاش راح يكون غدوة الصباح إن شاء الله ونتكلم نتكلموا لكم على المحطة هذه تاع قطار وين جاية نو على بالكم رانا تحت الانفلونس تاع الضغط الجوي مرتفع نقدر نقولوا على المغرب العربي وحتى بعد المناطق تاع شبه الجزيره الايبيريه ربي منها اسبانيا والبرتغال وين الحال تانيك شباب وجزر باريار وجزر كورسيكا وساردينيا حتى بعد المناطق تاع جنوب اوروبا هكذا الحال شويه ضباب يقدر يتشكل على المناطق الساحليه ضباب خفيف يقدر يكون يقدر سينون ثلاثة ولا اربع سحابات من جهه الهوكر والطاسي اللي الجنوب الجنوبين جزء الظاهره الظاهره نقدر نقول هذاك الضباب يروح الحشباب سخانة بدا جاب لها جاء لافونس <applause> مع السخانة اللي كاينة الحشباب شوية برك على أقصى الجنوب وأيضا مرتفعات الهوكر والطاسيني احتمال تشكل بعد الخلايا الرعدية منعزلة احتمال ماشي، مش مي الحشباب زوابع رملية موسمية خاصة على منطقة الصحراء الوسطى كولاية أضرار منطقة عين صالح تيميمون تين تب القوزة وفاتيس سينو الحال شباب باين جوزو درجه الحراره مع الصبيحه في الفجر اللي بكرو فريش كان 11 الى 15 درجه على المناطق الشماليه من الهضاب العليا حتى السواحل 15 في اخرى 14 من جهه بومرداس تي بازا وبجايه اما فيما يخص عنابه واحد 14 درجه قسنطينه واحد 12 13 في سوق هراس وايضا كالما عند ليل عين بيضه منطقه مغنيه واحد 11 12 درجه هي وتلمسان سيدي بلعباس نظروما وادن غزوات 17 على منطقه بشار وايضا غردايه وبريان 21 على عين صالح ورقان واضرار وبرج بجي المختار وتيمياوين وزواطين واباليزا وابونكور 19 في غاراج بيلات وحاسمونير وبتندوف 19 كذلك نصيبوها في ذبذب وعين مناس حتى منطقه اليزي وايضا جانات هيا نجوز الظهيره وتابع لي ربي كما قلت لكم الزوج بدا تقريبا 32 33 فضل الله لقيت في السميشه 36 37 جويت منتصف النهار سميشه مع السماء اللي تكون صافيه الريح ضعيف تماما الحراره على المدن الداخليه تقدر ما بين 32 33 فضل على العاصمه ومن جهه عنابه وجيجه ولا بومرداس تي بازا دلس 21 من المستغانم حتى مرسك بن مهيدي واحد 29 درجة أما فيما يخص شمال الصحراء الواحد ومنطقة الصورة من 35 إلى 37 35 في جانة 33 بطمرسات 37 كذلك نصيبوها من جهة تندوف و 36 بالتاب البالة وأيضا بني عباس و 42 <applause> 42 تعلموا الانجليزيه واش نقول لكم هنا في الصحراء الوسطى تفضل الله على نعرف سميشا 45 46 40 درجه وقتها و40 في اقصى الجنوب جزر الملاحه والصيد البحري البحر طاب الأشباب شباب هايل على جميع السواحل الجزائريه القلب غربي خفيف على كل حال قوه تاع الريح ما تفوتش ال 20 كيلو في الساعه اما في اللارج سود باليار ولا ويست ساردان 40 50 عموما الحال البحر شباب بصح فيه شويه تموجات لاتجاهات يكون غربي غربي جنوبي غربي على هذه المنطقة فيما يخص الرؤية لا فيزيبيليتي متوسطة مع الصباح يقدر يتشكل شوية ضباب سينو هايلة في النهار من أربعة إلى ثمانية أمية البحرية هاي نعاود نقولوا لاكار تاعنا اللي قلنا لكم بالطيب تايم إيز موني لاكار كاع لي جار 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 فيهم ساعة هذه محطة القطار تاع تلمسان شابة شابة هايلة تحفة صغيرة وكاع عندهم الميم تاع بنيان هايلة غدوة ولا حبر لحد بداية الأسبوع إن شاء الله موفق <applause> 3 ماي 2015 ديما تراهم يجروا شروق <applause> الشمس وغروب الشمس على العاصمة وضواحيها ودا العناوين في خدمتكم فيما يخص الجو والبيئة خاصة لاباج فيسبوك شوفوا من بعد الله يبارك مع الساعة من الفوق شوفوها بكل مضرب شوفوا الساعة هاي دار الشيخ دوكا أهلا خير